يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم في تريك جديد من الطيارة. خليكم معايا وارجيكم. معظم الأحيان لما يجيك الأكل في الطيارة ما بتعرف شو تسوي بالزبدة لأنها دائما متجمدة، وهذا الصحن إذا بتتذكروا إنه سخن دائما، فحطوا الخبز عليه وحطوا الزبدة عليه لمدة دقيقتين، وبعديها راح تشوف الزبدة صارت ممتازة وسهلة إنك تنام. يعني حبيت أشارككم هذا التريك. يعطيكم العافية. It's caught in the crossfire.